إذا كان في شخص ما تعرض للأذى عنده حق يطالب بالعدالة؟ روحوا خبر رامبير عن كل شيء، قل له الحقيقة عن براتشي. أنا يا ريا ما رح أتزوج غير من البنت اللي بحبها. خربتي حياة شخصين بضربة واحدة يا براكيا. يعني أنا قلت لأبي يعمل معك هيك. معقول تغدر؟ تغدر فيني؟ موتي براكيا، أنت كذابة، أنت كذبة وكتير حلوة ونخرت بعظامي. يعني هدف حياتي الجديدة أني صفي كل حساباتي القديمة. مكانك في القلب هو القلب كله. الجزء الثامن من الأحد إلى الخميس السابعة مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.